اللهم امين. اخويا با سليمان، ترى انا الاسم يوسف با سليمان، يا مرحبا يا مسهلا. نستفتح بكلام الله، ايش رايك ابو تخيل؟ والله راي ها تلاوه من القران ولا ها يقول لي بيها من صوتك. والله انا قلايت ضعيف يا ولدي، ولا ودي والله لكنك موجود انا بالشروات السامعين كلكم. طيب نستفتح، الله يسعدك يبارك فيك. الله يطول عمرك ويوفقكم. الله يرضى عليك. يا سلام، مسي عليكم وعلى ضيوفك الكرام، الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل والقول، ويبلغنا وإياكم خواتيم هذا الشهر المبارك. اللهم آمين، اللهم آمين، الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى.